مع إعجابي وحبي وحيد. انت بقى هتاخد بالك من نفسك، شهر بطول وانا بحاول الفت نظرك ولا كانك هنا. بس لو كنت ترضى تكلمني انا متاكده انك هتحبني زي ما بحبك. حبيبي وحيد رد علي، كلمني ولو مره عشان اصحابي ما يشمتوش فيا. ما هو الرجاله ما يجوش الا بكده، لازم توريهم العيد الحمراء. تمام. وبعدين حصل ايه؟ زي كل يوم رفضت قبله، فضل يترجى فيا ويترجى واقول له لا ويترجى ويقول لي دي بوسه بريئه يا حبيبتي يا نوسه، انت مصدر الهامي، انت الشعر اللي بيندلق عليا ويطلع انهار من الاغاني. اقول له برضه لا. وبعدين ولا قبلين ركع صعب عليا، سبت له ايدي يا قلبك. وبعدين فضل ماسك ايدي وهو راكع وقال لي والدموع في عينيه، امتى بقى يا حبيبتي يا نوسه هتاخدي بالك مني؟ شهر بطوله وانا بشوفك في احلامي، شهر بطوله وانا قاعد احوش في صوري، امتى بقى يجي اليوم اللي تلمنا فيه صوره واحده؟ واسيب ولع اللي بغني لها وترقص لي، ولع اللي بحبها متيني وصوريه، وكل الناس عارفه ان احنا ما نستغناش عن بعض. وبعد كده عايز انا نصدقك يا شيخه؟ بص على قدك، روحي شوفي لك مغني من سوقك كانتو. انت هتلبخي مش مصدقاني؟ لا. طيب بص بعينيكي، بص مع اعجابي وحبي. ولا وحبي مش من نفس الخط. اصل ايدي اترعشت هو بيكتبها، دي كلمه مش بسيطه. ايه ده، هو اللي اترعشت ولا ايدك انت؟ انت هتفضلي تستخفلينا لغايه امتى؟ اقول لكم بالحق كل الكلام اللي بتقوله ده كدب في كدب. لو كان وحيد هنا كان عرف ازاي يرد عليك ويدافع عن حبه وسعادته، لكن من بختك انه مش سامعك. لا يا شيخه، مستمعني؟ طب والله لا خليه يسمعني. يسمعك؟ امال التليفون ده معمول لايه؟ تليفون؟ بس اعملي حسابك لو جه هنا مش هيحصل. طيب بس يجي. خلاص ذنبك على جنبك. الو، ايوه هنا مسرح كروان الليل. مين؟ الاستاذ وحيد موجود من فضلك؟ قول له نوسه عايزاه ضروري. حاضر، ثانية واحدة من فضلك. استاذ وحيد؟ ايوه. تليفون. مين عايزه؟ واحدة بتقول اسمها نوسه. مين نوسه دي كمان يا استاذ وحيد؟ مش عارف، يمكن واحدة معجبة. يا استاذ زنبلك. يا ست ريك تراك. رد على التليفون وحبيبي. تراك. راح راح. الو الاستاذ وحيد؟ انا وحيد افندم. اتفضلي ورينا. الو، انا نوسة يا وحيد، بكلمك من المعهد في حكايه لو قلت لك عليها هتزعلك خالص. حكايه ايه ونوسة ايه بس؟ انا ما اعرفش واحده اسمها نوسة. الله يسلمك. وازيك انت يا وحوح؟ وحوح؟ لا ده انت باين عليك ناويه تطبخي. طيب نخليها الساعة 4، هنتقابل فين بقى؟ في العباسية إن شاء الله. ودلوقتي من فضلك في السكة بلاش تلقيح جدك. تريك تراك تريك تراك. يا سلام، بيغني لي. تبقى تسمعني اللحن كله لما نتقابل. قلت إيه؟ طيب طيب، باي 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 يا وحوح. هيقول لها إيه؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ وروحي الله يسامحك، أنا ما حبيتش أذيكي، كفاية عليكي كسوفك، أديكي سمعتي بودني. إيه هو اللي سمعته بودني؟ المهم إن أنا أشوف بعينيا. إن كان ده يريح قلبك، حضرتي ما عندهاش أي مانع ترتب لك ميعاد، ولو إنه في الأحوال اللي زي دي، العزول ما يبقاش مرغوب فيه. عزول؟ بنات يا بنات، حصة، الأستاذ جه. الأستاذ. إديني الدوكة يا. لا بأس. أنا هبتدي التقسيمة من نفس المقام اللي إحنا هنغني منه الموشحة، ودو ما أقفل التقسيمة تكونوا كلكم جاهزين علشان تبتدوا من البدنية الأولى من بالذي أذكره، مفهوم؟ واحد، اثنين، ثلاثة. يا ليلي يا ليلي يا see.
أكبر قلبك وبقيت حاملها. يا ليلي ادي المغنى اهي دي المزيكا، مش تقولي لي المزيكا الحديثه؟ ومالها يا بابا المزيكا الحديثه؟ ده انا ياما نفسي اكمل تعليمي على يد الاستاذ وحيد. ما شاء الله، بقى يبقى ابوك الاستاذ امين بشرف الموسيقار الفظيع، وكيل المعهد الفني سابقا، ولسه عايزه تتعلمي على ايدين الاستاذ وحيد؟ وحيد ده ايه؟ ده بتاع سامبا رومبا، ده بتاع كلام فارغ. الرومبا والسامبا مالهم يا بابا؟ دي مزيكا حديثة. وأكد لك الناس اللي بتقول عليهم دول ما يعرفوش يسمعوا. ليه يا بابا؟ لأن ودانهم متركبة غلط. أنا راجل موسيقي قديم وأحب كل الناس تقول على ذوقك من ذوقي. يا سلام يا بابا. ما بقاش إلا سي وحيد. يا خشى لله يا سي وحيد. يا أخي يا ميمتي. عن إذنك يا ميمتي. آه يا يما. وأنا بنام لوحدتي. سافر ازاي من غير ما تديني خبر؟ هي مين؟ ولعه يا اخي ولعه. ولعه؟ ايوه ولعه. هعمل ازاي في غيابها يا ناس؟ يعني يا سيدي كنت بتعمل ايه في حضورها؟ ولا حاجه، انما كنت بكلمها كنت بشوفها. تصور هقعد شهرين من غير ما اشم ريحتها. يا سلام، قد كده بتحبها؟ ايوه يا بشرف، لدرجه اني عرضت عليها الجواز. جواز؟ اهو ده اللي كان ناقص. بقى عاوز يدخل في عيلتنا واحده من بتوع هز يا وز. وفيها ايه يا اخي؟ الرقص فن، احنا احسن منها في ايه؟ انت فنان ليه؟ لان مخك فيه مزيكا. انا فنان ليه؟ لان جيبي فيه بنك نوت. هي فنانه ليه؟ لان وسطها بيلعب. انتهينا، بقينا خالصين ولايقين لبعض خالص. ايه الكلام النشاز اللي بتقوله ده؟ بقى تركب لي نهوان على سيكا وعايز اللحن يطلع جميل؟ ده كلام عيب. مفيش عيب في الحب، انا لازم امنع السفر ده حالا. يا اخي يا ميمتي يا ميمتي، آه يا يما، وأنا بنام لوحدتي، آه يا يما.